يوم شباب، اليوم فيديو اليوم غريب شوي. تمام، انه شفت واحد اليوتيوبر بالصدفه كتبت صف على اليوتيوب عشان شو اخبار لعبت براوس الشيء، بالصدفه يجيب معي قدامي واحد مقترحات، قدامي معي واحد مقترحات. نايس عربي دود، نايس عربي. اوكي، ما علينا من العربي، بدي نجاوب. بكل بساطه يا شباب، شفت واحد تمام بيعمل اشياء كتير بجنوني بالبراوس، يعني شد نسبه الجنان لاعبي براوس مثلا بيدفع جوهر اشياء ما كويسه، بيعمل شويه اشياء ما كويسه، بس هذا اللاعب او هذا اليوتيوبر اللي حتشوفه هلا بعد الفيديو كتير مجنون. فبس ما اسوي اكثر من هيك، لازم تضطر تشترك بالقناة لانه لازم نوصل 80,000 مشترك، بعدين 90,000 مشترك، بعدين 100,000 مشترك، شوي شوي لازم نكتر يا شباب. تمام، فلا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة، وخلينا نبدا الفيديو على طول. زي ما بتشوفون انا كاتب بحث براوز ستارز، يعني انا هيك حاب اشوف محتوى براوز ستارز، اشوف فيه اشياء جديدة، يعني اعمل لكم افكار جديدة، فينا نقول نسرق شوية افكار جديدة. ما علينا، فكتبت براوز ستارز والحمد لله كتبت عشان اقدر اعمل لكم هذا الفيديو. فطلع قدام هذا اليوتيوبر، خلينا نروح على الفيديوهات افرجيكم شو فيديوهاته، ليش قال لكم هو شخص مجنون. بكل بساطه، واحد من فيديوهاته او اخر فيديو نزله، نزل كؤوس واحد من اصحابه من 50,000 كاس لصفر كاس. يعني انتم متخيلين العالم بتتعب بتوصل 50,000 كاس، فهذا اللي عمل معه الفيديو، كانت كؤوسه 50,000 كاس نزلوا انه صفر الف كاس، مش صفر الف كاس، ما بصير هيك جملة عربية. يقول هو بده يوصل 50,000 مشترك، هو بده يوصل 50,000 مشترك، انا لازم اوصل 100,000 مشترك. اوكي، عم يكتب هو اي دي هذا الشخص او الكلان. اوكي، صفر كاس عنده، انتبهتوا؟ خلينا نرجع عيدكم، عنده صفر كاس، اخر واحد بالكلان. 50,000، يعني 50,000 واربع كؤوس كان اكثر شيء موصل له بالكؤوس، يعني كانت كؤوسه 50,000 واربعة، يعني ليش؟ اكلها. خلينا نكمل. ليك واحد بحث، بس بدي اشوف فوزاته يا شباب كم؟ عنده اكثر من 50,000 كاس واربع كؤوس، ضد ثلاثة عنده 26,000 فوز، يعني هو لاعب محترف. 26,000 فوز، اذا كان 26,000 فوز فانت معرق. عنده كمان 3,000 فوز فينا نقول بالسولو. دود انت شد لاعب اقيام، انت معرق. عنده كمان بده 1300 جيم، يعني لاعب كثير هذا الشخص، لاعب كثير تمام. وعندنا باور ليج موصل دايموند واحد، وعندنا ما بعرف دراك شو اسمه بس موصل له ثلاثه، فيني معرق هذا اللاعب. شوف ابطاله كلها صفر كاس، كلها صفر كاس. دود ليش معصب؟ ليش؟ يعني شد ضيعت وقت يعني انه بس تخيلوا معي انه تعب تقريبا شو وصل 50,000 كاس، وهو عم ينزل لحتى من 50,000 كاس صفر كاس، تعب يعني اكيد تعب. عم يلعب جيم سولو شو داون، عم يخسر كوس وبعدين وصل على 150 كاس او 160 كاس. طبعا وقتها ما فيك تخسر كوس ابدا، تمام؟ هيك شيء براوسترز، انه بتكون شخصيتك 160 كاس فما بينقصك ابدا اي كاس، يعني بين لك انه نقص صفر كاس. فشو راح سوا؟ راح لعب سولو المود الجديد وقعد يقتل حاله كاسين. فانا بقدر اقول انه هو ضيع اكثر من 24 ساعة عشان يقدر يوصل كوس صفر كاس، ممكن اكثر. يعني انا بس هيك عم بقول كاحتمال، انا متاكد انه اكثر، لانه كل بطل لازم يلعب فيه تقريبا من 1000 كاس 600 كاس 100 كاس لصفر كاس، بده ياخذ كثير وقت. زي ما بتشوفون بعد طب صداقة، شوف شارع بعده طلب هو كؤوس الصفر كاس. يعني اوكي، العالم بتعمل فيديو انه هذا كؤوس 50,000 كاس او هذا كؤوس 60,000 كاس وبعث لي دعوي، اما هون عنده كؤوس الصفر كاس وبعث لي دعوي. دود لا، انا لازم زقف لك، لازم زقف لك، انك انت اكثر شخص بلا شغلي بالعالم كله، يعني مستحيل يكون شخص واعي يعمل هيك شيء. على كل حال، خلصنا هذا الفيديو، اكيد ما نعمل الكل فيديو تبعنا كامل عشان هيك فيديو، في فيديوهات ثانيه كمان مجنونه لهذا الشخص نفسه. هذا فيديو ثاني يا شباب، توني منتبه له انه كانت كؤوسه 41,000 كاس وصل لصفر كاس، يعني ليش؟ دود ليش؟ كؤوسه صفر كاس يا شباب. اريد اشوف هي الاشارة تبيته، لا مش هون. اوكي، عنده حدود 40,000 كاس و 440 كاس، عنده 17,000 فوز مود 3 ضد 3، وعنده تقريبا 3800 فوز مود السولو و 3700 فوز بالدو. واو، انت يعني مضيع اكثر من سنة حياتك لعبت براوز ستارز من كل الالعاب هي، يعني واخر شيء وصل كوسك صفر. اوكي شوف ابطال، شوف ابطال صفر كاس، عنده رانك 30، رانك 29، رانك 30، رانك 30، رانك 30، كله صفر كاس صفر كاس صفر كاس. دود ما عندكم شيء تعملوا بحياتكم؟ هاليك هذا فيديو عم ينقص كوسه. شوفوا يا شباب، شوفوا. واو 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 واو، انت مانك انسان، انت مانك بشري. مش هو انه شيء صعب تمام انك توصل كوسك صفر، بس انك توصل 150,000 صفر كاس كثير صعب، وكثير بده وقت، مش انه صعب بس بده وقت، يعني هو شيء سهل بس بده وقت، فعارفين من هذا الرقم القياسي يا شباب.
حتى فيديو هذا الشخص نفسه غريب يا شاب، انه مثلا براو ستارز بعد 10 سنين. اوكي هذا كان في شيء غريب، ليش هذا مسكر؟ ليش الشوب فيه 10 شغلات نيو؟ ليش اصدقاء مسكرين؟ ليش كلام مسكر؟ ليش كله هذا بصير براول باس؟ اوكي ليش البراول باس فيه 9999؟ ايش هاد؟ اوكي كل شيء مسكر، كل شيء مسكر، 29 جوهر عشان تفتح الاصدقاء. What the fuck؟ هذا المودات بدأت تلعب اذا كان عندك براول باس. اوكي خير؟ اول شيء عندك كثير اسئله، تمام؟ عندك كثير اسئله شفتوا هلا 2031 عندك بينزل اشر متجر صور بدل 10000 جوهره 6999 جوهره، شركه كمان حقت 6999 جوهره، اليوم كمان حقت 6999 جوهره، يعني كل واحد جاء عرض على جوهره وحده. نايس عرض براو ستارز. غرق يا شباب عندنا الفري بوكس، الفري بوكس عشان تجيبوا لازم يكون عندك براول باس، يعني هو اصلا فري هو مجاني بس عشان تجيبوا لازم يكون عندك براول باس. المنطق حدا يفرجيني وين المنطق؟ اسمه صندوق مجاني ليش ببراول باس؟ احلى شيء سكن تحت اقول اش بوكس، شو اسمه اش؟ كيف بيلعب اش؟ حتى الايفنتات عشان تلعبهم او دول مدد عشان تلعبهم كمان كل شيء براول باس براول باس براول باس براول باس. تخيلوا براول ستارز تصير لعبه باي تو وين لهالدرجه. اوكي معقول يفرجينا ابطال كمان؟ اوكي الابطال اوكي كويس، ابطال مفتوحين. اوكي سيلكت This brawler can only be selected with a brawl pass. هذا الشخص عنده البطل تمام بس ما بيقدر ياخده او ما بيقدر يستخدمه الا اذا كان عندك براول باس. انا اوكي بعرف انه اللعبه بصير بدها فلوس اكثر، بصير تطمع عن الفلوس اي لعبه مو بس براول ستارز، بس انه توصل للدرجه ما اتوقع، مي ما اتوقع. ممكن تنزل عروض كثير غريبه تكون غبيه بس ما في عم تشحن لها، فعشان كذا براول ستارز بدها فلوس بس انه بيجيب طرق اذكى من هيك يعني. مستحيل دود، بس انا بتاكد منزل هذا الفيديو بس عشان الترول وعشان المزح. لو لعبت براول ستارز شفت هذا الفيديو انا بتوقع رح تعطيه سترايك لانه قاعد بيقول اشياء بستعرض براول ستارز تعملها، او ممكن تكون افكار ذكيه عشان لعبت براول ستارز تعملها. عشان تقبل دعوه صديقك تمام، عشان تقبل دعوه صديقك لازم يكون عندك براول باس، يعني عنده هو صديق وكل شيء بس عشان تقبل صداقته لازم يكون عندك براول باس، او فتقبل الدعوه تبيت الجيم عشان تلعبوا سوا. كل شيء براول باس، ايش فيكم؟ ليش ما تسمي سامسونج اس؟ خير فيصل. الفيديو كتير غريب، الفيديو كتير غريب. اي وحتى عشان تحذفها، حتى عشان تحذفها بدك براول باس، دبهته حتى عشان تحذفها بدك براول باس، بدك تشتري براول باس غصبا عنك الا اذا ناويت فرمت الجوال كله. دود الفيديو كتير غريب، الفيديو كتير غريب بصراحة، فيديو متعوب عليه يعني مبين انه متعوب عليه. اكيد عم بوصل هذا الفيديو، ان شاء الله عجبك هذا الفيديو، انا كتير استمتعت بهذا الفيديو وحبيت افرجيكم الشيء اللي شفته عشان ما يضل بيني وبين حالي. فيب مرة وقتها من هيك ان شاء الله عجبك هذا الفيديو، واذا عجبك زونا واريغاتو فور شادي الاصبع الخارق بوم. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني برم برم.